نجدد الترحيب بحضراتكم في البيت الكبير. أول فقرتنا الحوارية النهاردة مع الناقد المتميز ورئيس القسم الرياضي ومدير التحرير بجريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري. هنتكلم فيه أكيد على الإنجاز التاريخي النهاردة أهلي الأقصر وقد إيه أهمية هذا النادي في طبعا في الصعيد. كمان هنتكلم أكيد على مشوار النادي الأهلي على المستوى الأفريقي بعد تجاوز نادي الإسماعيلي والفوز 2-0 وملفات أخرى عديدة. بنرحب بيك يا أستاذ محمود معنا في البيت الكبير. أهلا بيك. نورنا. النهاردة كان في حاجة يعني كان في حدث تاريخي، وهاخد من كلمة الكابتن محمود الخطيب أن على كل أهلاوي أن يفتخر بناديه. والنهاردة أهل الأقصر أو أهل طيبة أو أهل الصعيد ما هو إلا إنجاز جديد بيضاف لإنجازات أولا مجلس إدارة الكابتن محمود الخطيب، قلعة جديدة تضاف لقلوع النادي الأهلي، كمان على المستوى الخدمي بالنسبة للنادي الأهلي كمؤسسة مش بس رياضية، كمان على مستوى الخدمة الاجتماعية. بالظبط. فحضرتك شفت الافتتاح ده ازاي ومدى عمق كمان الشراكة الجيدة جدا جدا مع شركة السادات؟ عاوز اقول لحضرتك حاجة، لو قعد النادي الأهلي والمسؤولين عشان يخططوا انه يبدأوا بإنشاء فرع من عاصمة مصر التاريخية طيبة، اعتقد ما كانش يوصل بالمرحلة اللي احنا وصلنا لها. عندما اتفق التاريخ مع بعض صحيح يعني صحيح. يعني الأقصر من 3200 سنة قبل الميلاد، والأهلي في تاريخه وعرقته الممتد على العصر الحديث تاريخ كبير جدا ممتد، فينطلق من الأقصر ده دليل تحمل فطياتها كثير من المعاني. أولا إنجاز وفكرة إنك تبقى موجود في كل محافظات مصر، ده يدل على الشعبية الكبيرة وإنك أنت عاوز تقرب أكتر من الناس اللي بيحبوك وإنك أنت بتروح لهم. كمان بتفتح مجال واسع جدا ارتباط الجماهير والنادي وعندك عضويات في كل مكان وخطوه مهمه جدا. اعتقد دايما كان المسؤولين في الاهلي بيتكلموا انه لازم هذا الحب وهذا الحب الكبير لدى الجماهير على كافه الاصعده توجب انك تبقى موجود في كل مكان، انك تروح بفرقتك تلعب هناك، تقرب من الناس وتشوف وبتدي العلاقات تخليها يبقى فيها ارتباط، انك انت تتفاعل بالصوره الواضحه. فتبدأ من الأقصر عاصمة الصعيد، والصعيد بالنسبة للأهلي من معقل جماهيره التاريخية المعروفة، وعلى الرغم أنه صعيد يعني المواهب اللي طلعت منه في الكورة يعني مش بالصورة الكبيرة، لكن أعتقد في السنوات القادمة والمقبلة وجود الأهلي في الأقصر وفي قنا وفي سوهاج وفي أسوان ويعني وخرج من الصعيد نجوم كبار يعني كل هذه فترة طبعا يعني نجوم على مستوى كمان الرياضة على مستوى الكورة على مستوى الثقافة. يعني بقول لحضرتك كل الكلام ده بيزيد انه امور ما فيش نادي لو جينا مثلا عالميا انك انت تفكر في الأندية الكبيرة جدا ان هي متواجدة في كل الأماكن مش موجود. يعني الخطوة فيها جوانب كتيرة جدا غير الجانب الرياضي، في جانب اجتماعي، في جانب ثقافي، في جانب فكري، في خطوة مهمة جدا في حضور رئيسنا الأهلي معالي وزير الشباب والرياضة، شركة السادات متمثلة في المهندس سيف الوزير. كل هذه الأمور دي خطوات مهمة جدا كمان تبدأ من عبق التاريخ العظيم تاريخ مصر الحاضر. الأقصر أو طيبة زي ما كانت تسمى العاصمة، كانت عاصمة سياسية وعاصمة دينية صحيح. وعاصمة الإمبراطورية القديمة والجديدة. يعني أنت جاي بادئ من التاريخ كله، فأعتقد أنه خطوة مهمة جدا، مشروع هادف على بداية يعني عاوز أقول لك إيه اتساع رقعة محب الأهلي في كل مكان على مستوى الجمهورية الكبيرة.